إحنا بنتكلم على تغيرات مناخية، التغيرات المناخية تؤدي إلى جفاف للأنهار في فطبع. دول، تؤدي أيضاً إلى ارتفاع درجات الحرارة في دول أخرى وفيضانات في الحاجة. دول مغايرة. إيه التحديات اللي بتواجه الأمن الغذائي؟ زي ما بنقول دلوقتي المحاصيل الزراعية هي أكثر المحاصيل تأثراً. يعني المحاصيل زي محصول القمح، زي الذرة، زي الأرز، هذه المحاصيل الاستراتيجية اللي بتوقف عليها اقتصاد دول، وبالذات إحنا بنتكلم على مصر. إحنا ارتفاع درجة الحرارة لو درجة ونص مئوية هيؤدي إلى انخفاض انتاجية محصول القمح ما يتعدى 9% لو درجتين أو درجة واحدة يوصل 9% درجتين يوصل 18% في المحاصيل زي الطماطم وده حصل في السنوات اللي فاتت محصول زي محصول المانجو محصول كثيرة جدا بل إنه ممكن جدا إنه يحدث السنة اللي فاتت اختفت تقريبا المانجو آه السنة اللي قبل اللي اه م. احنا السنة اللي فاتت اختفت بالفعل ده هيغير خريطة الزراعة في مصر بكل تأكيد هي في حبوب كثيرة جدا هتتحرك من الجنوب الي الشمال مع ارتفاع درجة الحرارة الانخفاض والارتفاع في درجة الحرارة خطير جدا علي المحاصيل الاستراتيجية ليس فقط في الانتاجية ولكن في الجودة ايضا ولذلك احنا بنواجه دلوقتي احنا لابد من فورا ان تقوم المراكز البحثيه وبالتحديد البحوث الزراعيه لابد ان تدعم يعني انا اعتقد انه الدوله هتوجه كل دعمها الى المراكز البحثيه لانتاج سلالات تقاوم هذه التغيرات المناخيه آه التجارات المناخيه, آه، المناخية. آه، عايزين سلالات كفائتها عاليه جدا في الانتاجيه عايزين توسع مش بس توسع افقي لا عايزين توسع راسي في حجم الانتاجيه عايزين سلالات مقاومه للتملح لان في طبعا هيحدث بلا شك انه هيحدث غرق في المحيطات احنا متوقعين زي ذلك متوقعين انه ارتفاع منسوب الماء هيؤثر تاثير كلي على هذه المحاصيل بل هيؤثر على المدن دلتا ككل اه يعني في, في دلتا في بعض الدراسات بتقول ان ارتفاع منسوب المياه هيؤثر على الدلتا ككل وفي اراضي كثيره ممكن نفقدها بسبب واحنا الارتفاع. فعلا الدوله بتاخد خطوات احترازيه في, في لسه ما شرحت في اسكندريه السواحل هيحدث ارتفاع الماء اكثر من متر ده شيء خطير جدا ده متوقع متوقع انه هيحدث هيحدث لانه مهما 20 سنتي, سنتي تقريبا 120 سنتي لانه مهما كان من من حجم الانجاز اللي هيتم في هذا المؤتمر انه استحاله هنقول النهارده ليس من يملك عصا موسى استحاله انت بتتكلم على عن تغيرات لها 150 سنه استحاله احنا نتصدى لها في سنه ولا ولا وثلاثه التاثيرات هتظل أكتر من 20 او 30 سنه فاحنا بس المفروض لا نزيد لا تزيد درجه حراره الارض عن درجه ونص مئويه في 25 زي ما بنقول لكن رغم عن ذلك في تاثيرات في غايه الخطوره المحاصيل الحقليه الاستراتيجيه هي اكثر المحاصيل تاثرا، الانتاج الحيواني هيتاثر تاثير كبير جدا، ونفس اللي قلناه في الانتاج النباتي هنقوله في الانتاج الحيواني، احنا عايزين سلالات مقاومه لتغيرات لان الامراض خريطه الامراض هتتغير، هتجينا امراض ما كانتش موجوده ثاني ما كانتش موجوده بالمره، هتعاد امراض كانت موجوده سابقا، عايزين رفع سلالات تغيرات الطقس؟ تغيرات الطقس ده أه. لا يحدث، عايزين سلالات طبعا مقاومه للظروف المناخيه السيئه المتوقعه. نعم. لكن دكتور يمكن اسال حضرتك سؤال وحضرتك تصحح لي المعلومه هل الانتاج المحلي كافي لمواجهه هذه التغيرات والتامين الغذائي والله إذا يعني انا خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه بشافية احنا لدينا معضله حقيقي اولا اقتصاد دوله احنا احنا خلينا محققين احنا دوله مستهلكه ولا منتجه احنا لابد ان نعود مره اخرى الى دوله زراعيه بالنظم الحديثه م. اللي احنا بنعمله في مئات الافدنه وإستزراع الاراضي الحديثه. النهارده اذا حدث توسع بهذه الكيفيه في إستزراع الاراضي الحديثه بالاساليب الحديثه او لا اه ممكن مصر تقف لا تتاثر تاثر كبير لكن هيتاثر ده امر واقع هيحدث هيحدث. ولكن اذا تم الانتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع الاستراتيجيه وايضا تم التوسع في استخدام نظم الري الحديثه هل ده يكون كافي؟ لمواجهه وايضا يعني برضو نقول عملت مراكز البحوث الزراعيه في توفير سلالات او استنباط سلالات جديده قادره علي مواجهه التغيرات المناخيه طيب. هل ده يعد بمثابه مفتاح النجاه من هذه الازمه علي الاقل 90 علي الاقل 90